السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم رسلان. اليوم جيتكم بوصفة جديدة واللي هي حلوة بدون طابع حلوة وبدون خميرة الحلوة. وصفة اقتصادية واللي هي بالاشتراك مع قناة حبيبتي نسرين، صاحبة قناة تعالوا نتعلم الطبخ والأفكار اللي كانت عندها من قبل قناة واللي للأسف تسرقت منها، عاودت حلت هذه القناة. نتمنى أنكم تزوروا قناتها، حتى هي دارت لكم وصفة بدون بيض وبدون طابع، وصفة جد اقتصادية ورائعة. نتمنى أنكم تزوروا قناتها، وإذا عجبكم محتواها تشتركوا وتدعموا بنت بلادكم. ودركا راح ننتقلوا للمقادير الوصفة وطريقة تحضيرها. نحتاج 125 غرام زبدة، 100 غرام سكر ناعم. السكر الناعم الكمية تاعو انتي تحكمي فيها، تحبي ديري قل ولا اكثر كيما تحبي على حساب الحلاوة اللي تحبيها. 50 غرام مايزينا اللي هي نشا، 250 غرام فارينة، بيضة واحد لافاني ولا وحدة تاع كيس سكر فانيلا، المربى للتزيين تحبي تستغناي على المربى وديري لاجيلي على الذوق تاعك. نبداو بسم الله، نبداو بالزبدة، دير السكر الناعم والفانيلا. هنا ما فيهاش خميرة كيماوية لخاطر راهي فيها البيض، والبيض هو اللي راح يعاوننا لاباط باش تجي زاكية وتجي خفيفة هي ونشا. راح نخلط السكر مع الزبدة. من بعد ما خلط الزبدة مع السكر راح نضيف البيضة، نزيد ندمجها مع هذا السكر والزبدة حتى يولي لي خالط كريمي. هنا اللي تحب تستعمل باتر تستعمل باتر، راح يسهل عليها وتختصر في الوقت. بعد ما دمجت البيض والسكر كيما راكم تشوفوا، راح نضيف المايزينا ونبدا نضيف الفانيلا تاعي بالتدريج ونصفيها، يعني راح نغربلها باش تجيني مليحة. راح نضيف بالتدريج وانا نخلط، يعني كاين الفارينة اللي تشرب وكاين الفارينة اللي ما تشربش. كيما تعرفوا الكاطو لازم تلميه برك، ما يتعجنش لخاطر لو كان تعجنيه راح يفسد لك وتجيك نتيجة ماهيش مليحة. نتحصلوا على عجينه طريه كيما راكم تشوفوا، تقريبا كيما تاع الصابلي، مش تقريبا يعني كيما تاع الصابلي. راح نبداو نشكلوها، راح نجيب الميزان ونبدا نوزن الحبه، نوزنها على 30 غرام هكا 30 غرام. راح نوزن الحبات كامل، من بعد نبدا نخدمهم. اللي ما عندهاش الميزان دير عينها ميزانها، تشكلهم يعني قد بعضهم، وإلا ديري حربوش وقسميهم قد بعضهم هكا راح تتأكدي بلي راكي درتيهم قد بعضهم. هذه الكمية يعني راهي ما تديلكش بزاف، ما تديلكش حبيبات بزاف. إذا كنت يعني عائلتك كانت كبيرة ضاعفي المقادير اللي كنت عطيتهم لك، ضع فيهم. راح نجيب هذا البو تاع الفلون تاع النينو، يعني بكري كانوا بزاف شايعين، ما كانش تقريبا كامل شرينا منهم. راح نجيب الحبه تاع يعني اللي وزنتها تاع العجين اللي وزنتها، راح نمررها في الفارينه باش ما تلصقليش. لو كان ترشي المول تاعك ماهوش راح يعني ما يترشش مليح، نفوتها احسن في الفارينه. من بعد نبدا نعدلها هكا وندور باش يكون سطح كامل كيف كيف، ما تجيش جهه معوجه وجهه يعني جهه طالعه وجهه هابطه. تقدري ديري بملعقه ولا
اي حاجه عندك مسطحه تقدري تخدمي بها هكا. ونهبط الحبه تاعي هاي ليك، هاي ليك الحبه الاولى. راح نزيد نعطيكم طريقه واحده اخرى، يعني اذا ما حبيتيش تستعملي الفرينه جيبي هكا هذا الغلاف اللي نديرو في الطاوله، راح نحط الحبه تاع الجيم تاعي وكيف كيف نفس الشيء هكا نفس الشيء نوزعها نعدلها حتى تتشكل لي الحبه مليح. وراح نحيها بكل سهوله هاي ليك ها. كي تشوفيها باللي ما تعدلتلكش اعدليها مليح بيدك. هاي ليك الحبه الثانيه هامليك الحبات تاع الحلوه هنايا. كي تحطي الحبه حاولي انك تهبطي لها هذا النصف تاعها القلب تاعها هبطيه، خاطر من بعد كي يطيب راح تطلع. تحبي تخليهم هاك، تحبي بوسط سكين تزيدي تعدلي الحبه تاعك هكا بلا ما تلضي، يعني بلا ما تزيري عليها، غير بالشويه هكا غير بالخفيف. تحبي يعني هذه كاضافه حاجه زايده، يعني تحبي ديريها تحبي تستغني عليها هكا باش نتاكد باللي كي طيب تقعد محافظه على شكلها. والبيتيلات يجيو باينين، البيتيلات تاع الورده يجيو باينين هكا. راح نكملهم كامل، يعني قلت لكم هذه الخطوه راهي اختياريه. دركا راح نلوح الحبه تاع الحلوه تاعي طيبوا على نار متوسطه، ما تقويش عليها النار لخاطر يعني الحبه ماهيش رقيقه بزاف، فيها شويه علو باش تطيب مليح وما تقعدلكش نيه لداخل. بعد ما تحلي عليها من تحت وتلقايها طابت، اذا حبيتي تزيدي تشعلي عليها من فوق باه تاخذ اللون الذهبي يعني كملي لها. اذا حبيتي تخليها على هذاك اللون كيما بغيتي. راح نلوحها طيب من بعد نشوفوا التتمه تاعها. هاي ليك الحلوه تاعي بعد ما طابت، راح نعطيكم كيفاش حمرتها شويه، يعني ماشي حمرتها بزاف. هاي ليك من تحت من تحتها وهنايا من على الوجه تاعها وهي سخونه. راح ندير لها المربى، تحبي تخليها تبرد اذا حبيتي خليها تبرد، اذا حبيتي ديريها هكا ديريها. هذا الحلوه يعني راهي خفيفه، توجديها في غضون نصف ساعه راح توجدي الحلوه تاعك هذه، تشربي بها القهوة تاع العشية ولا تفطري بها الصباح انتي وليداتك والزوج تاعك. هايلة، حتى اذا جاك ضيف تقدري تحطيها لخاطر شكلها مليح، حتى ذوقها مليح تقريبا صابلي. هاي ليك الحلوة في شكلها النهائي، نتمنى تكون الطريقة تاع تحضيرها والوصفة والفيديو عجبكم تاع اليوم. حتى اللي ما عجبهاش نتمنى انكم تخليوا لي ارائكم وتعليقاتكم في خانه التعليقات، والى اللقاء في فيديوهات جدد ان شاء الله.